عالشام عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام ربي بحبه حاميها يا أمي أحمي بلادي من قلبي بصلي بنادي بشفاعة الفادي ينور كل لياليها يا عذرا عينك عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام ربي بحبه حاميها محبة وصلاة وإيمان كبرنا خلان وجيران بلادي للوحدة عنوان أخوي كل أهاليها يا عذرا عينك عالشام عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام ربي بحبه حاميها منصلي لك مجتمعين ما منعرف لون ولا دين سوريا تبقي العرين وحدتنا منحليها منصلي لك مجتمعين ما منعرف لون ولا دين سوريا تبقي العرين وحدتنا منحليها عينك يا عذرا عالشام عينك عكل الأنام منصلي تعيد السلام عالشام وأهاليها يا عذرا عينك عالشام عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام ربي بحبه حاميها ربي بحبه حاميها. صباح الشام صباح سوريا يلي ما بتنكسر ابدا. يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح كل يلي قرر انه ينضم ليرافقنا برحلتنا الصباحيه لليوم. نهار جديد عم نبتدي نحن وياكم، نتمنى انه النهار يحمل كل الخير والامل والسلام لكم، ودائما تحيتنا الاولى بتكون لحومات الديار حومات النصر رجال الجيش العربي السوري. يسعد صباحك اريش. صباح الخير لك ميسان والحمد لله على السلامة. ونحن أكيد كتير فرحانين بانضمامك برجعتك لصباحنا غير. شكرا. صباح الخير لكم مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد عم نترافق فيه معكم بمحطات جديدة من سوريا والعالم. تحيتنا الأولى دائما لرجال الله أبطال الجيش العربي السوري بكل الميادين. اليوم ضمن صباحنا غير رح نتطرق لعدة مواضيع مع ضيوفنا، رح نتعرف على الوعي الأنثوي ورح يكون لنا وقفة مع عالم الصحة والجمال، ورح نتناول مواضيع ترهل الأجفان وغيرها من المواضيع الثقافية والأخبار المنوعة. رحلتنا الصباحية بلشت بمواضيع ومحطات عديدة بنترافق فيها بعد الفاصل. مثل ما ذكرتي أريج، يعني اليوم فقرات عدة، ويمكن كل يوم بصباحنا غير نتطرق لعدة مجالات وعدة أمور بنحكي عنها بتهم أكيد العديد من الأشخاص اللي عم يتابعونا. تماما ميسان، وهلا رح ننتقل لفقرتنا التاليه. دائما ضمن صباحنا غير نتعرف على معلومات جديده وغريبه بفقره هل تعلم، خلونا نتابعها مع بعض. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الأشخاص الذين ينتقدون كل كبيرة وصغيرة في غيرهم يعانون من مشاكل على مستوى الثقة بالنفس؟ وهل تعلم أن أكثر صفة أخلاقية مرتبطة بالناس السعداء هي المسامحة؟
وهل تعلم أيضاً أن 24% من الناس تفوتهم لحظات اجتماعية مهمة بسبب انشغالهم بمواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية؟ أخيراً، هل تعلم أن هناك لص قبض عليه بعد سرقته لأحد المنازل؟ والسبب أنه بكل سذاجة دخل على حسابه على الفيسبوك باستخدام كمبيوتر المنزل ونسي أن يسجل الخروج. يعني الفيسبوك له مشاكل كتير كبيرة دايماً نحكي عنها، بس هلأ له مشكلتين فعلاً مهمين، أنه هو من جد الناس عم تفوت على حالها كتير شغلات بالحياة لأنه بتضل قاعدة على الموبايل على الفيسبوك، حتى بالجامعات العالية ومعرفة بس شي عن جد عم يسبب تفكك أسري. واخر شيء انه واحد انسرق، هي مشان كل العالم يعرفوا، بقى يفتح حساباتهم من وين كان. انه معقول هيك؟ يعني انه ترك كل شيء بس ده يفتح الفيسبوك يشيك على هي شايفه معناته قديش هو عم يستقطب الناس واخذ كل عقلهم وكل وقتهم. تماما. اما هلا مشاهدينا رح نرجع بالذاكره لورا ونقلب بصفحات روزنامه اليوم لنتعرف على الاحداث يلي تسجلت مثل هذا اليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1935 عرض أول فيلم مصري ناطق، وهو فيلم شجرة الدر بطولة آسيا وماركويني وإخراج أحمد جلالة عن قصة جورج زيدان. وفي مثل هذا اليوم من عام 1936 إطلاق سيارة فولكس باجن. في عام 2017 فوز فيلم ضوء القمر بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار 89. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1802 فيكتور هوغو، أديب فرنسي. وفي عام 1946 أحمد زويل، عالم كيمياء مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1999. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا اليوم من عام 1878 خوان ماريا غوتيريز، من رواد إرساء دعائم الثقافة الأرجنتينية وتطويرها في القرن 19. في عام 1931 أوتو فلاخ، عالم كيميائي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1910. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. وعشرين شباط يوم شهد على ولادة ووفاة العديد من الشخصيات اللي شكلت بمسيرة حياتها نقاط تحول بتاريخ البشرية. خلونا نتعرف من شخصيتنا لليوم. فيكتور هوغو، أديب وشاعر وروائي فرنسي، يعتبر من أبرز أدباء فرنسا. ألف العديد من الدواوين، فأشهرها ديوان التأملات وديوان أسطورة العصر. أما أبرز أعماله الروائية هي رواية البؤساء وأحدب نوتردام. اشتهر في حقبته بكونه ناشط اجتماعي، حيث كان يدعو لإلغاء حكم الإعدام، كما كان مؤيداً لنظام الجمهورية في الحكم، وأعماله تمس القضايا الاجتماعية والسياسية في حينها. ولد هوغو في عام 1802 في بيزنسون، وتوفي عن عمر يناهز 83 في عام 1885 ودفن في مقبرة العظماء. اشتهر هوغو حول العالم، وقد تم تكريم ذكراه بعدة طرق، فوضعت صورته على الفرنك الفرنسي، واقتبست روايته البؤساء للعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية والمسرحية. سكن هوغو في عدة أماكن في فرنسا وباريس، ولكن أشهر الأماكن هي ساحة فوغو، حيث يوجد منزله الذي تحول إلى متحف في وقت لاحق.
في عام 1827 نشر مسرحيته التاريخية كرومويل التي استقبلت بحماس شديد وحققت نجاحاً في الأوساط الفنية والأدبية. في عام 1831 نشرت روايته الأدبية أحد بنوتردام التي أثارت الإعجاب وترجمت إلى العديد من لغات العالم، وفي العام نفسه تم تنصيبه عميداً للكتاب والأدباء الرومانسيين. في عام 1862 نشرت أروع وأعظم روايته الأدبية البؤساء، وفي عام 1876 اختير عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي. وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم أريج، ومنسمع الكثير عن مصطلح الوعي الأنثوي، لكن تختلف المفاهيم حول تفسيره، وهنا يجب علينا إدراك ما هو مطلوب اليوم للحفاظ على التوازن في العلاقات وما هو وضع الأنوثة. اليوم أسئلة رح نتعمق فيها أكثر مع الآنسة مريم العيسى المختصة في تطوير ذات اختصاص وعي أنثوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مريم. صباح النور. أهلا وسهلا. بالبداية حابين نتعرف شو هو مصطلح وعي أنثوي. أول شيء بشان نبين الموضوع أكثر، يعني أنا لو قلت بدي صفات عد شوية صفات مشان أعرف الوعي الأنثوي من الذكري أو الطاقة الأنثوية من الذكرية، مشان تتوضح الفكرة، لأنه أي شيء بتقولي عنه وعي أنثوي حيروح تفكير الناس للنساء يعني أو السيدات، وهو مو هيك الموضوع أبدا. يعني الوعي الأنثوي موجود عند الرجال والنساء، وهو الوعي. خليني اقول لك الاسماء، يعني انا لما بقول لك الحكمه او اللين او اللطف، فانت حيختار لك اذا بدي صنف بين ذكور واناث، فحيختار لك الاناث. لين، لطف، حكمه. يعني لما بتشوفي حدا رجل جنتلمان بيتعامل برقي بحنان بمشاعر، فهذا عنده وعي انثوي عالي. وعند النساء نفس الشيء. هلا اللي بيصير انه الناس يعني كمان هو بيحسسك، بيخليك إذا كان شخص عنده وعي أنثوي عالي رجل ويعاملك، حسسك أنت كيف بتحبي، يعني أنت كيف بتحبي تكوني، فهذا عنده الوعي يعني بيعرف يتعامل. يعني هي معلومة جديدة يمكن. ايه في كتير أسلوبه بالتعامل. ايه هي هن مثل ما قلت لك، ما له علاقة بس بالسيدات، يعني هو له علاقة بالطرفين. فالوعي الأنثوي هو أنه لما بيكون عندي، بتقولي أنت عن شخص أنه جنتلمان هيك هادي مرتب لطيف، فهذا بيكون عنده الوعي الأنثوي عالي، بيعرف يتعامل، أسلوبه بالتعامل أنثوي يعني. ولما بيكون بالأمر في سكون، في حكمة، هذول كلياتهم. وحتى لما تكون سيدة، لما سيدة أو رفيقة إلك بتقعد عندها وعي أنثوي عالي، فبتقعد معك بتحسسك أنت مين. تمام. الوعي الأنثوي هو أنا مين، الوعي الذكري هو كيف. الذكوري أو دائما أو الطاقة الذكرية دائما بتسأل كيف بعمل، كيف بتصرف، كيف بشتغل. الوعي الأنثوي مين أنت، يعني بيحسس الطرف الثاني أنت مين وشو، يعني قدرة عنده، قدرة أسلوب معين، وهدول شوي عددهم قليل. مريم ما بيستغربوا العالم وقت مثلا عم تقولي أنه بيكون عنده وعي أنثوي عالي، بيقولوا لك ليش وعي أنثوي وليش تسميت بهالمسميات؟ تمام. هلا أنا شو قلت لك إذا أنا بقول لك لين وقسوة، أنت اللين شو بتعتبري، أنثوي ولا ذكري؟ أكيد أنثوي. وإذا قلت لك خليني أقول لك حزم أو اتخاذ قرار ومسايرة وحنان، بتقلي لي هي أنثوية وهي ذكرية. فالشخص يعني إيه، فالرجل هو بحاجة للمشاعر، للأحاسيس، لما بيتعامل مع بنته، لما بيتعامل مع حبيبته، لما بيتعامل مع، فهو كيف بده يتعامل؟ بده يتعامل بوعي أنثوي حصرا، يعني هو ما رح يكون هي الصلابة، لأنه كل ما ارتفع حتى عند الذكر الذكورة بشكل عالي بيصير صلب، ما في عنده ليونة، ما في عنده تساهل بالتعامل يعني. فهو بحاجة. هلا لما بدنا نحكي على الطاقات، اثنيناتهم بحاجة لكل واحد منهم يكون في توازن بطاقاتهم يعني. فموجودة عند اثنين. تماما. لكن مريم اليوم وين هو يمكن وضع الأنوثة؟ هلا الأنوثة بدنا نرجع شوي، نحن بتربيتنا غالبا لما بيقولوا المجتمع ذكوري، هو المصطلح مو على انه عدد الذكور اكثر او هن واقفين لصف الذكر اكثر، لا. نحن حتى البنات بنربيهم هن صغار على انه ندرسي نجحي، على الانجاز، على الانجاز. على
الضوء أكثر كمان على دور الرجل، فبيصير حتى الإناث عندهم طاقة ذكرية عالية. لأنه أنا لما بسعى باتجاه النجاح، باتجاه مثل ما حكينا القدرة وإثبات الذات، هي كلها صفات ذكورية، فبترتفع، فبيصير المجتمع عنا ذكوري بإناثه وبذكوره. بس النجاح وإثبات الذات يعني ما نو حكر لا لا صفات ذكرية ولا لشيء، يعني طبعًا. بشكل عام يوم يوم في إناث ناجحين جدا وهن يعني 100% حبيبتي. ما هو الفكرة بتصير إنه أنا أعمل لك الأنثى أو الذكر عنده النسب، بس وين عم بيصير؟ أنا ما بدي كأنثى ترتفع عندي طاقة، أنا بدي إياها مشان يصير عندي إنجاز، مشان يصير عندي اتخاذ قرار، مشان يصير عندي نجاح، بس ما بدي إياها تطغى على الجانب الأنثوي. ومثل ما قلت لك كمان الذكور هن بحاجة للعاطفة والحنان واللين ليتعاملوا مع الناس، ليعرفوا يأخذوا ويعطوا، فهن اثنيناتهم بحاجة للطاقتين، هن موجودين عند الذكور والإناث لكن بنسب. فلما بترتفع واحدة عن الثانية هون أنا بده يكون في عنا شغل، يعني أنا بدي أرجع لموضوع التوازن. يعني خلينا نحكي شوي عن موضوع التوازن بما أنك طرقتي له شوي، كيف بيصير هذا التوازن؟ هلأ هي في جداول بتصير، أو أنه في أشخاص في شغلات بتقرية أنت بالشخص، بيبين من طريقة كلامه، من مسيرة حياته أنه هو وين متجه، بأي اتجاه، يعني ذكري أنثوي أكتر، من لهجته أحيانا، من شغلات كتير بسيطة، يعني بتلمسي وبتعرفي أنه هو باتجاه كيف بيحكي عن النجاح، كيف بيحكي عن العلاقات، بتعرفي أنت هو وين. لما بدي روح للتوازن أنا بقيس، بشوف حالي عندي ذكورة أكثر، فبمارس نوع من الهدوء، نوع من اللاعمل، يعني أنه أنا ما بحاول بساعات معينة أني أنا أكون أكثر هدوء، يعني وقف الأفكار شوي، عندي أكثر هدوء. في طاقات على مستوى الطبيعة اللي هي مثلا بين الليل والنهار، عندك النهار ذكوري والليل أنثوي لأنه سكون وهدوء، فأنا بستغل ساعات الليل بإني أنا أقعد مارس شيء بيسموه لا عمل، يعني أنا ما بعمل ولا شيء، مجرد هدوء سكينة، لأنه أنا طوال النهار عندي حركة وعندي شغل وعندي، فبروح أنا باتجاه في كتير قصص، يعني هي تأمل واسترخاء وهيك شغلات، هي بتأدي لانخفاض الطاقة الذكورية. والعكس صحيح، اللي بده يزيد عنده الذكورة بيطلع بنهار بيتحرك أكتر، بيشوف شمس لأنه الشمس ذكورة، بيعمل مثل خليني اقول لك كورسات او شغلات بتطوير الذات بموضوع اتخاذات القرار، يعني هن اكثر شيء بيكونوا عندهم مشكله، اللي عندهم ضعف او عندهم ارتفاع بطاقه الانوثه بعدم وجود موضوع اتخاذ القرار. شوي بيكون عندهم حتى على مستويات بسيطه، يعني انا عالم حكوا معي انه نحن انا تياب ما بعرف انقي، ما بقدر اخذ قرار فيه، هذا الشيء موجود عند الذكر وعند الانثى. فهون يعني انه على مستوى اتخاذ قرار بامر شخصي كثير بسيط، هو ما عنده هاي المهاره، فهو بحاجه انه يتعلمها، لما بيتعلمها باشياء بسيطه بتتطور مع الوقت وبتصير تمام. هلا قديش مريم الوضع، يعني الوعي الانثوي ممكن يكون له تاثير كثير كبير على طاقتنا؟ هلا نحن مثل ما حكينا لازم نتوازن، لانه هو ما كملنا الاسباب، يعني واحده من الاسباب كمان اذا حكينا عن البيئه وعن الطبيعه، العمران يعتبر ذكري والطبيعه انثويه، فنحن عندنا العمران طاغي، يعني ما فيها الطبيعه زياده، ما في شيء موازي، ما في بيئه وشجر وخضار مقابل العمار اللي عم بيصير، فالبيئه كلها صايره باتجاه الذكوره. ليش نحن بحاجه لانه الانوثه ترجع؟ شغله ثانيه الحرب، بالنسبه نحن على مستوى بلدنا الحرب أفقدت كثير من الشباب اللي موجودين، فبدها تطغى إجباري. ليش؟ لأنه المرأة بدها تطلع تشتغل وتتحمل مسؤوليات و إلى آخره، فهي يعني بالرغم من أي شيء وأي كل محاولاتها فهي رح تروح باتجاه الذكورة، ما بتقدر. فنحن بنتوجه بس أنه أنا بدي نص ساعة بالليل، ساعة أنا أقعد فيها مارس بعض الأمور اللي هي بهدوء، وما بعمل ولا شيء اسمه لا عمل، ما بعمل ولا شيء، مجرد أني أنا ساكتة وقاعدة بكتسب شوي من الهدوء، فبيصير هذا الصخب بانخفاض، فبرجع أنا مريم للتوازن. قديش للمحيط يمكن بيساعد على أنه يتحقق هذا التوازن من بداية عمر الشخص إذا كان هو ذكر أو أنثى، بحيث ما يصير في خلل، يعني لا عند الذكر يصير في زيادة ولا عند الأنثى يصير في زيادة؟ هلا مثل ما حكيت لك من الاول، نحن بنتجه كلياتنا كتربيه باتجاه الذكوره بدون ما نحس، نحن بنقدر الاشياء اللي الى خليني اقول لك الشق الايسر من الدماغ اللي هو المنطق والى اخره، كلياتنا لما بكون عندنا بنات او صبيان دائما بنشجعهم على شو بدراستهم، على انجحوا، وعلى بدنا طبيب، بدنا مهندس، بدنا الاشياء اللي هي محترمه بالمجتمع، يعني وهي الاشياء، يعني ما بتلاقي حدا بيشجع ابنه او بنته روح يكون ممثل او يكون اعلامي او يكون فنان او يكون رسام، ما حدا بيشجع اولاده هيك، مع انه هي كلياتها باتجاه الانوثه. طيب في ممارسات ثانيه،
يعني هلا انا واحدة من الشغلات اللي في كتير ناس بيكون عندهم بنات ثلاثة او اربعة ما عندهم صبيان، شو الاحاديث اللي بتدور بالبيت من الام نفسها؟ شو بتدور انه انا بس يجيني صبي بدي اعمل وبدي سأل ليش؟ عرفتي؟ فبصير باللاوعي باللاوعي عند البنات معترضة على انه انا ما بدي اكون انثى، يعني بدون ما تشعر هي صغيرة بتكون بدي يكون ذكر. فدائما في اشياء بنمارسها كتير بسيطة بتأثر علينا بعدين ما بنشعر فيها. الصبي انت مثلا عندك الصبي ليش عنده شوي العاطفة او الجانب الانثوي عنده شوي منخفض؟ يعني انا حاعطيكي مثال، لو عندك انت ابنك وراكب على بسكليتة وقع، او ابوه مثلا كيف شو حيقول له؟ قوم انت شاب عيب تبكي، ما بيصير تبكي. فهون انت شو عم تعملي؟ انت عم في شيء اسمه عاطفة عم بيصير مع الوقت بيخجل انه يظهرها، تمام؟ فهي الممارسات كلها بسيطة بس كتير بتأثر مع الوقت. يعني لكان موضوع كتير مهم اليوم ممكن نطرحه للأهل لحتى يقوموا بتربية أولادهم تربية صحيحة، يكون في توازن وتعادل بالوعي الأنثوي والوعي الذكري. اليوم شو بتنصحيهم للأهل لحتى أكيد يعني ينشئوا جيل واعي وبنفس الوقت يعني يكون في عنده توازن بحياته وبطاقاته؟ تمام. هلا انا دائما اي مشكله بالحياه يمكن تقريبا بقول انه هي سبب البيت التربيه، وكمان بروح بحصرها بالام لانه هي اللي عم تتعامل وتتفاعل بشكل دائم. الممارسات والكلام اللي بنحكيه بدنا ندير بالنا عليه كثير لانه هي الامور نفسيه. بنكبر عندنا مشاكل بس ما بنعرف ليش، ما بنعرف ليش نحن معترضين على انوثتنا ولا على ذكورتنا ولا على كذا. تنتبه هي لما بكون عندها اعتراض معين، ما هي انثى. أنا وين القيمة بالنسبة لها؟ قيمة الأنثى هي وين لما بتقول أنا بس يجيني صبي أنا رح أعمل وساوي ليش؟ يعني شو يعني شو الفرق؟ انتبه على مفرداتي أنا، على تعاملي. البنات بفطرتهم عندهم الأنوثة عالية، فتخلق البنت صغيرة عندها أنوثة وعندها كل شيء. نحن خلينا أقول لك نعمل نوع من الوقت للأنوثة، لا تعمل هيك، لا تصرفي هيك، لا تتمايعي، لا 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 لا، تمام؟ فهي بتكون فطرية طبيعية. المطلوب هون بس اني انا ما حجمها كثير، بس وجهها انه هذا ممكن هذا مو ممكن. يعني في كثير قصص بسيطة بس كثير إلى دور. كمان نصيحة الوقت. يعني احيانا بيكون عكس انه بيكون فعلا الولد من هو صغير رايح باتجاه بيقولوا له مايع شوي، ايه تمام، رايح باتجاه الشيء الأنثوي. ايه طيب هون شو كيف لازم يتعاملوا معه الأهل وهون شو بيكون السبب؟ يعني هلا شوفي دائما الفطرة انا كل ما حاولت اني ما اقرب عليها بيفضل. يعني لما بيكون هو طفل، الطفل اذا كان طاقاتهم اصلا الأنثوية وهن صغار عالية، هي صبيان وبنات، بس إذا كبرت واستمرت معه عالية شو بصير؟ ما بتستمر. شوفي إذا ضلينا نحن الفطرة ما قربنا عليها زيادة ووجهناها وسويناها على كيفنا بتتمرحل بتتمرحل وبتصل بأمورها طبيعية وبتتوازن لحالها. نحن تدخلنا هو اللي عم بيأثر، عم بيودينا بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. فالولد طبيعي يبكي، نحن بنقول له لا تبكي، ما بيصير تبكي. ليش ما بيصير يبكي؟ لأنه صبي. طيب إيه لما بيكبر وبيتزوج كيف بده يتعامل مع مرته وولاده؟ طب هو المشاعر انا من وقت كنت صغير حجموها عندي، ما منعوني اني انا ابكي او اعبر عنها، تمام؟ فبيكبر بتلاقي المشاكل اغلبها بتنشا بالعلاقات. ليش ما بيحكي لي؟ ما بيهتم فيني، ما بيحكي لي كلام حلو. طب منين بده يحكي لك؟ وانت لاحظي نفس الام اللي عم تشتكي من زوجها شو فيها كيف تربي ابنها؟ صحيح، نفس الطريقه بتربيه على انه ما في عاطفه. ما هو بده يكبر ويصير عنده زوجه، تمام؟ فهي القصص انه انا بتركه للطفل، يعني معلش يبكي وين المشكله؟ تمام، بس اني توجيه، مجرد توجيه، ما حاول اتدخل كثير. تماما. اليوم ضمن صباحنا بختام حديثنا مع حضرتك، شو النصائح العامه اللي بتحبي توجهيها بما يخص هذا الموضوع، خاصه اليوم يعني طرحتيه وصار في مفهوم وشرح لمصطلح الوعي الانثوي؟ تمام. هلا انا مثل ما حكيت بالبدايه حضرتك انه يعني بيستغربوا اذا كان انا عندي وعي. هلا بالمفروض يصيروا ينبسطوا يعني بهذا الموضوع. الوعي الانثوي هو ماله تهمه، لانه احنا لما بنقول وعي انثوي معناها نحن اللي عن اعتراض، تمام؟ ما بالعكس، هو رقي. يعني انا كل ما كان عندي، لانه الناس اللي اصلا عندها حكمه واللي اثرت بالعالم بدون قوه، بدون سلاح، بقوه الكلمه، بقوه التاثير، هن الناس اللي عندهم وعي انثوي عالي. نحن ايش بنقول عنه وعي انثوي؟ لانه هادي لطيف، بس هذا المسمى اطلق عليه، فهو ما أنا مخجل ابدا. نحاول نتوازن، يعني اللي بتلاحظ حاله، وفي كثير قصص يعني مع الوقت ممكن نحكي فيها، موضوع الانماط، كيف انا بعرف وين
لما بعرف أنا بأي مرحلة أنا ممكن أشتغل على حالي، لأنه في بنات كتير عندهم طاقة الأنثوية كمان عالية زيادة متطرفة، فهدول بدهم يشتغلوا على ياخذوا شوية ذكورة. أكيد بنرجع بنحكي يمكن بحلقات المقبلة إن شاء الله عن أنماط ومنتحدث ونتوسع بالموضوع بشكل أكثر. بنتشكر وجودك معنا لليوم أست مريم. شكرا كثير لك لك عفوا مريم العيسى، يعني اليوم اضفتي لصباحنا معلومات جديده وقيمه، ان شاء الله بنلتقى بلقاءات ثانيه ان شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا لك ريش. بهدف تنشيط العمل البحثي وتعليم طرق كتابه البحث العلمي السريري وتطوير مهارات الطلاب العلميه والعمليه، اقامت جامعه دمشق كليه الطب البشري ورشه عمل حول واقع البحث العلمي بعنوان انواع الدراسات البحثيه في المجالات الطبيه، واللي شمل الطلاب الدراسات العليا بكافة الاختصاصات وطلاب ما قبل التخرج. محاور عديدة تم طرحها خلال ورشة العمل، أهم مناقشة أساسيات إجراء البحث العلمي واعتماد الطب المسند بالبرهان، إضافة إلى توثيق الحالات السريرية. تفاصيل أوفى مع زميلتنا لينا شيبون. طلاب الدراسات العليا بآخر سنة مطلوب منهم إعداد بحث قبل ما يتخرجوا، هل عم لاقي كثير أيام ضعف بهذا الإعداد؟ السبب هو عدم وجود دورات متكررة للبحث العلمي، بالإضافة إنه الجامعة تبعيتنا نحن إذا بدنا نرتفع مستواها أكيد لازم نشجع البحث العلمي. فالهدف كان إنه كل نمط من أنماط الدراسة يحكوا عنه الطلاب، ينعرف هو بالضبط شو الوضع تبعه وراء أمثلة عن أبحاث منشورة عالميا كلها خلال الحرب. هدف الحقيقة هو تنشيط العمل البحثي على مستوى طلاب السنة الأخيرة بكلية الطب وطلاب السنة الأولى في الدراسات العليا، وتعليم طرق كتابة البحث العلمي السريري، تطوير مهارات الدراسات الحالات السريرية على مستوى بحثي. هدف لهذه الندوة هو اعتماد الطب المسند بالبرهان لتحسين الكواليتي اوف براكتس أو تحسين نوعية الممارسة، مما ينعكس إيجابا على ممارسة أطبائنا العلمية وتحسين مستواهم العلمي والعملي، وهذا بالمقابل ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحة الإنجابية في بلدنا بالنسبة للمرضى وتحسين نوعية الممارسة ونوعية الحياة بالنسبة لهم. إقبال جديد شديد جدا على هذا النوع من المحاضرات، لما لهذه الورشة من أهمية خاصة، كيف يجري الطالب سواء في المرحلة قبل الجامعة في المرحلة الجامعية قبل الدراسات العليا، وأيضا طلاب دراسات العليا أبحاثهم وينشروها في موسوعة الأدب العالمي. أريج، ضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نسلط الضوء على موضوع ممكن يتعرض له الكتار منا وخصوصا السيدات، يعني وترهل الأجفان نتيجة أسباب كتيرة، منها عدم النوم الكافي أو تقدم بالعمر، أحيانا بيكون نقص الفيتامينات له وغيرها من الأسباب. هاي الأسباب وطرق العلاج رح نتطرق لليوم مع الدكتور غزوان حداد، أخصائي بالجراحة التجميلية والتصنيعية ومعالجة الحروق. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم ضمن صباحنا رح نطرح موضوع ترهل الأجفان يلي رح نتعرف عليه مع حضرتك أكثر. شو هي بالبداية، كيف بيصير ترهل الأجفان؟ بشكل عام نحن إذا بدنا نحكي، هي العيون هي مرآة الوجه، كل ما كانت العيون بوضع صحي أفضل، كل ما كان الوش مرتاح، كل ما عطتنا ألم وفرح بداخل الوجه أكثر. كل ما كان عنا مشكلة بالأجفان فوت بموضوع نظرة البؤس، نظرة التعب بالوش، حتى لو كان تعابير تمام، حتى لو كان الوش يعني ما فيه أي
يعني مظاهر التعب، لكن العين هي الأساس بكل الوجه. بالتأكيد. نحن العين نقسمها لثلاث أقسام هي الحاجب والجفن العلوي والجفن السفلي. كل واحدة منهم في لها مظاهر نسعى دائما لتكون براقة وتكون بصحة جيدة. عوامل يعني مختلفة بتأثر ب ترهل الأجفان أو بالعيون يعني بشكل عام. صحة الوجه بشكل عام، السهر، الدخان، التلوث، طبعا زيادة العمر، اختلاف الوزن. هي العادات يمكن يمكن الأشياء اللي بتصير خلال يومنا وخلال حياتنا يوم بعد يوم عم بتأثر كتير كبير على شكلنا بشكل كبير، لكن نحن يمكن ما بندرك خطورتها بالفعل. تماما، يعني المحيط والمؤثرات بس العين دغري يعني بتعطيكي نظرة حزن دغري، يعني بس تتأثر العين تتعب مباشرة بتلاقي يعني بيقولوا له ما بيحس عليك دغري، بيقول لك شو صاير معك، ليش تعبانة اليوم، ليش يعني عيونك دبلانين، تماما دغري مباشرة بتلاقيها، يعني بتعطي هي مظهر عن كل صحتك وكل يعني بالفعل. تعبك باليوم بتلاقيها بالعين. طب دكتور، ترهل الأجفان هو أكثر حدوث يعني منشوف عند السيدات كمان بسبب هي العوامل أو بسبب في عوامل يمكن بتخص السيدات فيها بشكل أكبر من الرجال؟ بشكل عام بس بتفرق النساء عند الذكور بموضوع البنية الصفاقية عند يعني بتكون أطرى، فبصير ترهل الجفن السفلي هو أكثر عند النساء من عند الرجال. الرجال الجفن العلوي نسبة ترهل فيه أكبر بكتير، لأنه في عندهم نسبة هبوط بالحاجب أكبر، فبتلاقي دائما إذا بدي بصير واحد بيركز بلاقي أنه زيادة الجلد بالجفن العلوي عند الذكور أكثر، عند النساء بيتعب الجفن السفلي أكثر من عند الذكور بشكل عام. بدنا يمكن نتعرف دكتور أكثر كيف بيصير طريقة العلاج لترهل الجفون إن كان عند النساء وحتى أيضا عند الرجال. هي جراحة الأجفان بشكل عام يعني سهل ممتنع، كثير أحيانا يعني المقاربة الخاطئة للوضع والعلامات عند المريض وعند الشخص اللي عنده مشكلة بالأجفان بنبني عليها معالجة خاطئة، وكثير احيانا بتعطي احباط للطبيب اللي عم يشتغل بشد الأجفان او بجراحة الأجفان بشكل عام وللمريض نفس الوقت. فكثير مهم المقاربة الصح تماما، يعني معرفة انه في عندنا زيادة جلد ولا في عندنا نقص بالمقوية ولا في عندنا زيادة شحوم ولا في عندنا توزع شحوم مختلف بين العينين ولا في عندنا هبوط حاجب ولا في عندنا زيادة بالعبوسية، فكلياتها هي لازم يعني حسب الأسباب يتم العلاج تماما. وأي سبب يعني بتشخص بشكل خاطئ ولا يؤخذ بعين الاعتبار عم يعطينا نتائج عم تكون كثير سيئة، يعني جراحة الأجفان لا تعاد كما بيقولوا، يعني دائما الشيء اللي بيروح كثير صعب انك ترجع تعوضيه، فدائما هو المقاربة الصح التشخيص الصح بيعطينا نتائج كثير حلوة. ونتائج جراحة الأجفان هي من أحلى نتائج جراحة التجميل عندنا نحن بشكل كامل. أول شيء هي أقل إحداثاً للندبات بكل الجسم، يعني جرح شد الأجفان كأنه العلوي وكأنه السفلي بس العمل صح هو غير مرئي، فهو يعني نحن مسوينا أحلى أنواع الجراحات وبالاندمال تبعه. بس أي زيادة يعني مثلاً كثير نحن نحب نحكي يعني هيك ملاحظة انه الجفن السفلي ما في عندنا زيادة جلد، ما حدا يحاول يشيل جلد من الجفن السفلي. الجفن السفلي هو بيكون في عندنا نقص مقوية، في عندنا كيسات، في عندنا زيادة شحوم، في عندنا توزع شحوم، احيانا بيكون في انتفاخات كمان. هاي هو هذا الصفاق لما يكون منتبج هالكيسات، هاي بدنا نفوت لجوا ونطوي الصفاق ودائما نحافظ على كمية الجلد، يعني كمية الجلد بالجفن السفلي اي نقص فيها دغري راح تؤدي لانكشاف الصلبة البياض، يعني هي حافة الجفن تجي على حافة القزحية، متى ما بين البياض تحت القزحية بيعطينا كمان نظرة حزن. هذا سبب بس شوية يعني استئصال بسيط تلاقي الجفن قلب لتحت وبين البياض. غير الجفن العلوي يعني صار في خلل بالشكل بشكل عام كتير يعني وظاهر يعني بيكون واضح بشكل كبير، ظاهر وعلاجه كتير صعب. يعني تعويضه اي جلد بالجفن السفلي تعويضه كتير صعب. الجفن العلوي كمان زيادة يعني التشجع على استئصال كمية أكبر كمان بتفوتنا بهبوط للحاجب، وهبوط الحاجب كمان بيعطي عبوس وكمان
بيروح لنا نظره الاشراق والقلق اللي نحن بنحب نعملها مثلا بالبوتوكس بيرفع الحواجب بتعطي كثير كمان شيء حلو للوجه. فهدول الشغلتين كثير لازم يندرسوا ولازم يعني الاستئصال يكون جدا دقيق وجدا محسوب كانه بالجفن العلوي ولا الجفن السفلي. مثل ما حكينا التشخيص الصح بيؤدي نتائج صح، يعني على قد ما بتعطي جمالية على قد ما هي دقيقة تماماً. وبحاجة ليمكن معرفة الأسباب لحتى تتم طريقة العلاج محبطة جدا للطبيب وللمريض. يعني لما يكون الطبيب مستسهل موضوع جراحة الأشفان فعلا بتعطي نتائج بجوز ما حد يقرب عليها بحياته. يعني دكتور دائما بيكون الحل بترهل الاشفان هو بالجراحه، او ممكن تلجأوا لحلول بديله يعني خصوصا اذا كانت مثل ما قلت يمكن هي انت الاسهل العلويه اسهل من السفليه، يعني ممكن يكون في اشياء ثانيه؟ هلا نحن نبلش مقاربه بالحاجب. اذا لقينا ارتفاع الحاجب لحاله كافي مثلا فممكن بداية بالبوتوكس مثلا يكون عندنا بدايات يعني ترهل الأشفان ممكن يغني عن شد الأشفان. صار عندنا زيادة شوي ممكن نعمل استئصال شريط بسيط إذا ما عندنا شحوم داخلية ما عندنا مشكلة بطي العضلات بيكون الحل بسيط يعني بداية. برجع بقول لك هي دراسة كل مكون وعلاجه هو الاساس. يعني كل ما زاد الترهل ممكن تكون في صعوبه بالجراحات؟ لا نفس يعني بس هو الكميه الزياده يجب ان تحسب بدقه. يعني امتى ما كان ممكن نعمل جراحه وامتى ما كان بيطبق الشيء صح، بس المهم تكون البدايه والدراسه صحيحه لتقدير نتائج صحيحه. في كثير من الحالات التجميليه اليوم ما بتتم عن طريق، هل كمان جراحة الأشفان بتتم عن طريق الليزر ببعض الأحيان؟ في يعني طبق بداية بالسنوات الماضية هو الليزر CO2 وصار عليه تجربة ما كتير يعني أعطى نتائج كبيرة. هو دائما استطباب هو الأساس. يعني هلأ بتطلع موضات يعني بالتجميل بتتجرب بكمية كبيرة، دائما مشكلة أنه ما في استطباب صحيح فبتلاقي بيسمعوا بيصير بيطبقوها بكل الحالات. فهون بتصير بقى بتسيء للاستطباب وما بتعطينا نتائج جيده. الليزر بيحسن الياف الكولاجين اذا كانت بداياتها. طبعا كل شيء ببداياته موضوع الكريمات موضوع العنايه بالصحه البشره بالمرممات كله بيفيد لانه احنا ببداياتها. متى ما فتنا موضوع الاستطباب الجراحي يعني صار هذا ضيعت وقت المريضة وتكلفة مادية دون أي فائدة. يعني صار موضوع جراحي بحت، صار في عنا ترهل بالصفاق، صار في زيادة في الجلد، صار في عنا حتى نحن نسميها الظفرة صار فيها مشكلة. فكلياته هذا صار بده تداخل جراحي. بتختلف العمليات الجراحية بنسبة نجاحها ما بين الأنثى أو الرجل أو ما دخلها؟ لأنه حضرتك ذكرت قبل شوي أنه يمكن حتى في اختلاف بنوعية الجلد بيكون. هلا الاختلاف ما دخله بالجنس بقدر ما انه بالبنيه العظميه. يعني هي كثير مهمه. في ناس بنيه الحجاج كثير مهمه. يعني احيانا بيكون في فرق بنيه الحجاج بين اليمين واليسار. في حجاج ما بيعطينا حتى ما بنقدر نرفع الحاجب فيه. يعني بيكون المسافه بين الحاجب والجفن العلوي بنيويا عند الشخص بسبب وضع الجمجمه وضع العظم مختلف فما كثير بيستفيد. لذلك الدراسه جدا ضروريه ودائما لازم نفهم المريض شو قدراتنا نحن على تحسين وضعه وين فينا نقدم وين ما فينا نقدم. ما بدنا يعني دائما انه نفاقله المريض دون ما نكون قادرين على تقديم الشيء اللي بده اياه. دكتور هل في ممكن يكون الواحد في عادات يوميه ممكن يتبعها تساعد من الحد من ترهل الاشفان؟ بكل يعني بالعادات هي العادات الصحية لكل الجسم بتتعاد عن الملوثات الدخان الملوثات بشكل عام قلة السهر قلة هلا الموبايل كثير عم ياخذ وقت كبير كمان عم يعطي تعب للعيون والنوم بكل ما واحد ريح حاله أكثر كل ما كان
وضع أفضل. يمكن الراحة بتلعب دور كتير كبير، وأيضا دكتور يمكن الوقت الطويل بالعمل أوقات الواحد يعني ما بحس على حاله وبيكون إنه عم يشتغل لساعات طويلة وعم يجهد يمكن عينه وعم يجهد حاله وبيكون أوقات فيه شوي من السهر. هذا الموضوع يمكن لازم كتير نركز عليه لأنه هو مو بس يعني هذا الشيء بيأثر على طاقتنا بالعمل كمان على شكلنا. تماما وظاهر مباشرة يعني ما بيخبي حاله ودغري بينعرف الشخص انه انت تعبان، انت ما انك مرتاح مبارح، انت مبارح يمكن مثل ما ذكر دكتور بالبداية العيون بتفضح الواحد إذا تعبان أو مرتاح أو إلى يعني عم ينام منيح ولا ما عم ينام منيح. بنرجع بنذكر كل الناس أنه فعلا لازم يناموا منيح والنوم هو بالليل مو بالنهار أكيد طبعا. تماما إحنا بدنا نشكرك دكتور للمعلومات اللي أعطيتنا إياها، شكرا كثير لك. شكرا لكم وإن شاء الله هيك بيرجع الأمان وبيرجع الأمور وبترتاح. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب يا رب. شكرا كثير لك دكتور غزوان، نورت صباحنا. الله يسلمك. أما هلأ أريج رح ننتقل لدار الأسد للثقافة والفنون يلي شهدت حفل تكريم المطربة دلال الشمالي بمشاركة أصوات سورية شابة كان أبرزهم شام كردي وإناس لطوف وسلام سليمان. أجواء التكريم بي المادة التالية. سيدة دلال الشمالي هي جزء من المخزون الثقافي للسوريين، مين منا ما تغنى بقاسيون وهي عم تغني له من قاسيون يا وطلو يا وطني. حقيقة تنتهج وزارة الثقافة تكريم الفنانين وتسعى وتصر على الاستمرار في تكريمهم في كافة الأصعدة سواء كان غناء أم موسيقى، مسرح، موسيقى، نحت، فن تشكيلي، تصوير، وهذه من أهم أهدافها تكريم الفنانين. عندما نكرم الفنان المبدع القامي الثقافي والفني حقيقة نحن منكرم أنفسنا. وهلأ أنا بيصعدني أني أقدم لكم أغنية جديدة من بعد هالغيبة الطويلة من كلمات الأستاذ توفيق عدداني. حبيبتي يا سوريا عيشي يا حبتي كتير كبيرة للشام ولسوريا ولأهل سوريا، ومش شي غريب عني أنا أكون بيناتكم، أنا متعودة عليكم ما أنتوا حبايبي، وإن شاء الله يا رب هيك بضل سوريا منتصرة. أنا أدين بوفائي لسوريا مهما أعمل أنا لسوريا، أنا سوريا بقلبي وأدين إلى كل عمري، وأنا مستعدة أي يوم من عمري سوريا بيطلبوني أنا حاضرة. تكريم للست دلال الشمالي فنانة كبيرة وقامة فنية كبيرة تركت لنا يعني كتير من الأغنيات الحلوة اللي في ناس بتعرف إنه لإلها وفي ناس ما بتعرف إنه إلها، خاصة نحن من جيلنا الشبابي في كتير أغنيات من رددها بس بيجوز ما كنا نعرف إنه هي للفنانة دلال الشمالي. يعني ميسان العديد من القامات الفنية العربية عن جد عندهم وفاء لسوريا، ودايما هالأغنية ما بتنتسى أبدا عبر الأجيال من قاسيونا أطل يا وطني. يعني أغاني كثيرة هي يمكن تغنت بالشام وبجمال الشام وبنهر الشام وببردة وبكل حالة من حواري الشام، فعلا هي الأغاني إلى خاصية بقلوبنا وبقلوب يمكن كل شخص عربي بحب سوريا. أريج يعني لطالما كانت المنتديات الثقافية بوابة من أهم البوابات
التي تبقى صلة الوصل بين من يعمل في ساحة الفن وبين من يتابعها بعين الناقد أيضا. لتكون هي المنتديات في النهاية طاولة حوار بيجتمع من خلال الجمهور بكافة أطيافه مع من يتابع. أماسي هي أحد هالمنتديات يلي دخلت هذا العالم واستطاعت أنه تكون خير منصة حوارية ثقافية، فهي من اجتمع فيها الأب الياس زحلاوي مؤسس جوقة الفرح والكثير من الأسماء الفنية اللامعة كالقدير الفنان دوريد لحام وغيره الكثير، ومؤخرا كان هناك وقفة مع المايسترو سمير كويفاتي. لنتعرف أكثر على أهمية هالمنتديات وأماسي تحديدا بصيرنا أنه نرحب بالناقد الإعلامي ملهم الصالح صاحب فكرة منتديات أماسي. سعد صباحك أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني يمكن نحن بنعرف أماسي لكن الكثير من الأشخاص عم يتابعونا هلأ، خلينا نرجع نذكر بمنتديات أماسي ونحكي عنها أكثر. أماسي الحقيقة هي مع بدايات تقريبا عام 2017 انطلقت هذه الفكرة، يعني برعاية وزارة الثقافة مديرية ثقافة دمشق في مركز ثقافي أبو رماني. قبل أن تبدأ أماسي يعني أنا كنت أحد مرتادين هذا المركز الثقافي، وطبعا كإعلامي وكأكاديمي أيضا الحقيقة استطعت أن أضع قالب ما يناسب المكان، يناسب الجوار، يناسب المرتادين، وأيضا يشكل قيمة مضافة، يعني بمعنى آخر هو يكامل البرنامج الموجود، يعني هو لا يقلد برنامج أو لا يكرس أفكار موجودة، بل أن يأتي يعني على زوايا ربما لا تكون موجودة بشكل واضح في هذا البرنامج الثقافي. فكانت ولادة أماسي طبعا كما استفدت بمباركة ورعاية وزارة الثقافة. بدأنا في عام 2017 ومع نهاية 2017 كان قد أتمت أماسي العام الأول، والآن يعني نحن في صدد إن شاء الله يعني تجربتنا للعام الثاني. طبعا أكيد يعني هو القالب، هذا القالب الإعلامي الذي يحاول أن يقدم قالبا إعلاميا مسلي، يعني بمجمع هذا المبدع مع من يتابع الإبداع أو مع من يتلقى هذا الإبداع المشاهد يعني بمعنى آخر، ويدور هذا الحوار سواء بينهم أو يعني معي أنا شخصيا لنقف على مسيرة هذا العطاء وهذا الإبداع، وكيف يعني تسنى لهذا المبدع أن يكون مبدعا، يعني لأنه لا يولد الإنسان مبدعا الحقيقة، هناك تجربة وهناك تحديات وهناك مصاعب، كيف استطاع أن يعني يتحدى هذه الصعاب وأن يتجاوزها وأن يخترق أيضا المحلية أو أن يجذر اسمه أو عطائه في أيضا في المحلي. كان آخر يمكن أماسي مع المايسترو سمير كويفاتي، خبرنا أكثر عنه. طبعا هو يعني الحقيقة كان في تواصل مسبق، الحقيقة كنت بدي أقول أريج أنه أنا بتواصل دائما، منحضر شهريا حوالي 4 أو 5 ملفات لحتى يزبط ملف، لأنه أنت بتعرفي شريحة الفنانين أو المبدعين غالبا أوقاتهم أو وقتهم مو ملكهم. هي واحدة من المصاعب اللي كانت بتواجهها أماسي واستطاعنا تخطيها بأنه نحن كل شهر ممكن نحضر 4 أو 5 ملفات لنشوف مين اللي وقته بيسمح. وبالتالي الحقيقة كنا سعيدين جدا بأنه سمح وقت المايسترو سمير كويفاتي نتيجة التزاماته، أحيانا عم بيكون برات سوريا وضمن سوريا حتى عم بيكون مشغول، فسمح وقته بشهر شباط اللي هو أيضا كمان كان يعني من الإيجابي أنه هو شهر الحب. وبتعرفي أنت سمير كويفاتي محافظ الألقاب وأيضا ست ميادة بسيريس بشكل حالة من الحب إيجابية، تخطط أنا برأيي الشخصي تخطط الوجداني إلى النتاج، يعني إلى السلوك. هو جميل أن توظفي هذا الوجدان، هذه الحالة العاطفية إلى نتاج إيجابي. طبعا هي فلسفة عالية جدا يؤمن بها الرحابنة ويؤمن بها أنه هذا الحب إن بقي فقط في الوجدان فاللي بيستفيدوا منه أو يعود يعني تأثيره على الشريكين، أما عندما هذه الطاقة اللي هي تنتج عن الحب، هذه الطاقة الإيجابية عندما توظفيها في نتاج فني أو في عمل إبداعي فبالتأكيد سيخدم البشرية. وبالحقيقة فينا نعتبر الثنائي سمير كويفاتي وميادة بسيريس هو نموذج
على هذه الحالة. فأيضا كان يعني مثل ما عم قلك بشهر شباط كان من الجميل جدا أن تستضيفي هذا الثنائي. لكن أماسي في وقفتي هذه طبعا ارتأت أن تركز الضوء أن تسلط الضوء فقط على تجربة سمير كويفاتي، لأنه سمير كويفاتي ليس محصورا فقط في التعاون الفني مع الرائعة طبعا ميادة بسيريس، لا هو في له عطاءات بالموسيقى التصويرية حتى بالغناء حتى بمهرجان الأغنية السورية، فله العديد من 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 النشاطات أو من الإبداعات أو من النتاجات تم الوقوف عندها ومناقشته وأيضا تعريف الجمهور الحضور بها. يعني الأستاذ سمير هو من الأسماء الكثيرة يلي استضفتوها بالفن وبالساحة الثقافية أيضا بشكل عام، أنتو على أي أساس يمكن بيتم التعاون مع الأشخاص أو حتى اختيار الفكرة يلي بتكون تطرحوها خلال هالمدد؟ هل هي يمكن الحالة الثقافية العامة يلي بتطرح الشيء أو بتساعدكم على أنكم تاخذوا فكرة معينة تحكوها مثل منتدى الدراما مثلا؟ تمام ميسان، هلا في نقطة كتير مهمة أنا لاحظتها بجوز هي تكون كتير بسيطة، ولكن مثل ما تفضلتي أنه أنا لحتى أعرف كم ضيف أنا استضفت قبل أي إنسان، هو دائما أماسي بيكون إلى رقم. فأماسي الأخيرة كانت أماسي 13 اللي هي يعني أماسي أو أمسية المايسترو سمير كويفاتي. بالنسبة للمعايير اللي عم تحكي عليها حضرتك، الحقيقة بيدخل اختيار الشخص المبدع اولا يجب ان يكون لديه يعني تجربه ممتده، ايضا ان تكون هذه الشخصيه الحقيقه سوريه وطنيه حقيقيه، يعني من خلال نتاجها. نحن بنحكم على الشخصيه من خلال النتاج، اي انه قدم وانه معني بالهم الانساني والسوري تماما، فبالتالي من النتاج يمكن قراءه هذه او هذا المعيار. ايضا هناك السياق العام، يعني في معايير بتكون عامة توضع وفي سياق عام انه هل مناسب بهي الفترة ان نستضيف ام نأجل. يعني بجوز الشخص يكون عنده مناسبة بعد شهرين مثلا فما نستضيفه، لا بنستنى هي المناسبة لتصير. على سبيل المثال مثلا نحن بأماسي تحدثنا او استضفنا خلينا نقول روح مثلا المايسترو صلحي الوادي في ذكراه العاشرة، استضفنا مثلا عادل أبو شنب في ذكراه الخامسة الكاتب المبدع السوري. يعني مثل ما قلت لك هو أيضا يعني المناسبة تلعب دور، وهناك أيضا معايير نحاول أن نزاوج بينها لنقدم الحقيقة قامة سورية يعني يتوق الجمهور إلى أن يتعرف على ملامحها أو أن يستذكرها أو أن يقف على نتاجها. كمان يمكن في طاقات شبابية اليوم عم يتم يمكن تبني مواهبها وإبداعاتها، وخاصة اليوم عم نشوف مشاركة بالمنتديات الثقافية. واليوم يعني أستاذ منهم قديش برأيك بالفعل هالمنتديات الثقافية هي عم تكون صلة وصل بين هالجمهور اللي حابب يناقش حابب يتعرف أكثر على هالإبداع هذا ولوين وصل وكيف نشأ، قديش عم تحققوا هالقيمة هاي؟ تمام ريج، أنت حطيت إيدك على نقطة كتير هامة الحقيقة، هي أحيانا توجه لأماسي أنه يعني أماسي أنه عم تستضيف دائما قامات. طيب المواهب الواعدة اللي يعني عندها نتاج ولكن ما زالت في بدايات تجربتها، ولكن واضح من البدايات أنها بدايات شبه ناضجة أو تعد بإبداع تميز. تمام، لذلك لا يمكن أنت في قالب إعلامي واحد تسعين أن يأخذ شخصية إعلامية أو شخصية ثقافية، لا يمكن أن تخلطي كل هذا الخلط. لذلك نقوم مع مديري ثقافة دمشق وبرعاية وزارة الثقافة أيضا على الحقيقة كان لنا تجربة وحيدة وناجحة، أعتقد أنها ناجحة من الأصداء طبعا أنا عم أقول، كانت اسمها هنا والآن، أقمناها في مركز ثقافي كفر سوسي، طبعا بوجه لأسرة المركز كل التحية، أقمناها لمرة واحدة ونحن الآن بصدد دراستها يعني بمديرية ثقافة دمشق لنشوف كيف ممكن نرجع. هذه الفعالية تهدف بالأساس إلى تركيز أو تسليط الضوء على المواهب الواعدة أو الشابة، فبالتالي هناك يعني لكن خليني ارجع بس لأماسي واقول هي كيف يمكن لأماسي ان تفيد من هم يعني في بداية الطريق. طيب انا لما عندما استضيف قامة واناقش هذه القامة من مولدها من ولادته وحتى احيانا قبل الولادة، يعني كيف كانت الأسرة وهو عندما ولد والتحديات وخبرته تمام وشو المصاعب، واحيانا في مصاعب وقالوا له لا اترك وترك فترة ورد رجع، هي القامة يعني صيرورة ابداعه
عبر 40 سنة أو عبر 50 سنة كل القامات اللي إجوا بالمناسبة هن هيك. طيب هذا ما بيكون درس للمواهب الواعدة أو ليتعلموا عمليا كيف ممكن الإبداع يصير. وبالحقيقة أريج الإبداع لا يمكن يعني هذه سمة مطلقة في الإبداع على الأقل في راهننا. ما ممكن في ميزة أو في سمة بدها تكون موجودة بالمبدع وهي العند. يعني بده يكون عنيد جدا, بده يكون كتير متمسك بإبداع تماما ليتجاوز هاي التحديات. يعني بده يكون عنده إيمان مطلق أنه هو رح يوصل, مو بإمكان يعني بإمكانياته أنه هو رح يتطور وأما مو بالحال اللي هو واصل له تماما. لأنه الكل يعني ما بتتخيلي حتى مثلا ذكرتي كان واحد من ضيوفنا اللي مفتخر فيهم الأب الياس زحلاوي, ما بتتخيلي هذه القامة السورية التي نفتخر بها اليوم قديش عانى ببداياته وقديش كان في تحديات وقديش كان في صعاب وقديش أغلقت الأبواب في وجهه, ولكن ظل هذا الإصرار وهذا والرسالة اللي كان هو يعني يحملها ويعتقد بأنه أو أمين إلى كيف خلته يكمل هذا الدرب. واليوم نحن عم نشوفه, لكن هو لم يخلق الأب الياس زحلاوي كما نعرفه اليوم. نتمنى له الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. طول العمر إن شاء الله. يعني نحن عم نحكي عن موضوع كتير مهم إنه فعلًا نوصل هي التجارب الأشخاص للشباب لكل حدا عنده طموح لكل حدا حابب إنه يتميز. كيف أنتم ممكن توسعوا الدائرة لحتى توصل لكتير عالم؟ يعني مو كتير شباب هلأ تحمل حالها وبتروح على مركز ثقافي صراحة, أو عندها فينا نقول هالرغبة بأنه ليش لروح على مركز ثقافي. كيف ممكن تطلعوا خارج هالإطار ليكون فعلا شيء يعني بلامس الشباب بشكل أكتر, فعلا تعطوا التجربة تنقلوها لعند الشباب بس بشكل تاني؟ يعني تمام, يعني صراحة حقيقة أنا بعرف كتير ناس فعلا بتحب بس ما بعرف ليش ما بتتوجه على المركز الثقافي. ميسان بس في ببداية كلامك خطرت لي فكرة بدي أوضحها. نحن كمان أيضا عم نأكد بأماسي أنه هدول المبدعين القامات الإبداعية الوطنية هي أكيد اخترقت المحلية. يعني عندما نستضيفها هذا واحد من المعايير أن هي لم تكن محصورة فقط في الجغرافيا السورية, نتاجها يعني كان أوسع من المحلي. هدول القامات عم نحاول نثبت أنه لا, سوريا يمكن أن تكون منصة انطلاق لك كمبدع لأن تخترق المحلية. وهذا طبعا هذا المعيار بالمناسبة هو عكس السائد لدى شريحة كبيرة من الفنانين. في هناك شريحة أو حتى مو بس من الفنانين, من اللي يعني هم في طور الإبداع كلهم بيعتقدوا أنه لا, أنا لازم أطلع برات سوريا لحتى حقق شهرة. أنا ما عم أقول لا هذا المعيار ما نصائب, لكن هناك نماذج أثبتت قدرتها عربيا من خلال سوريا. نماذج عكسية مثل ما قلت عربيا, يعني ياما أهم الفنانين العرب انطلقوا من إذاعة دمشق. مثل ما تفضلتي تماما مثل ضيفتكم اليوم كانت كمان أيضا اللي كنا عم نحكي عليها بالريبورتاج من شوي, أيضا الست دلال الشمالي. يعني في كتير تماما, لكن نحن عم نحاول نأكد على الراهن بيسان. هلا من موضوع انه كيف عم نقدر نوصل للشرائح, الحقيقه لا اخفيكي لا زال هناك تحدي الحقيقه او صعوبه خليني اقول بانك توصلي للشرائح الحقيقه اللي هي الهدف تماما. لكن هذا ما بيعني انه ما نحاول. هلا واحده من اللي عم يساعدنا طبعا اكيد هو يعني وسائل الاعلام الوطنيه, لانه انا اعتقد ان اماسي لم تعد يعني نشاط هو محصور بين اربع جدران اللي هو بين جدران يعني مركز ثقافي, لا هي عم تتوسع اكثر. وحتى لدينا والله كيف بدي لك بيوصلنا كثير عتاب, ونحن لدينا حرص كبير ان يعني ان يكون لاماسي بعض الزيارات في المحافظات. عرفتي كيف الحقيقه انه لا تكون محصوره في دمشق فقط, ممكن يكون ضمن جدول الاعمال الاماسي المقبل اللي كمان حابين نتعرف عليه ان شاء الله. انا بالعكس انا كثير والله بتمنى اريج, لانه في قامات سوريه هي على امتداد الجغرافيا السوريه وهي ليست محصوره فقط في دمشق. لكن طبعا يعني ضمن الظرف الراهن وضمن الامكانيات وضمن ونحن لساتنا بالانطلاقه تحاولي يعني لانه بس تمكني المنتج الاعلامي خليني اسميه. ومن ثم ان شاء الله بالعكس نحن بنتمنى انه هدفنا مثل ما قلت لك تسليط الضوء على من غاب عنهم الضوء او من يعني جانبهم الضوء قليلا او من هم يعملون في الكواليس يعني في القسم الخلفي من الابداع.
يعني نحن ناطرين كل شيء جديد عم تقدمه أماسي. بنتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كثير لك استاذ ملهم لوجودك معنا اليوم. شكرا أريش. شكرا كثير لك استاذ ملهم. نتمنى لكم التوفيق وفعلا توصلوا لاكبر شريحه ممكنه من الشباب وتقدروا تعطون كل خبره وتجارب المبدعين السوريين. شكرا كثير لك ان شاء الله. شكرا شكرا لك. يعني مع هالفقره بنكون وصلنا لختام حلقتنا أريج لليوم. نتمنى انه نكون حققنا هيك لو فائده قليلة لكم مشاهدينا، ومنبقى دائما على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح. لكل حدا حابب يشاركنا بأي فكرة أو اقتراح فيكن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وإن شاء الله دايما كل أيامكن يكون فيها أمل وإصرار على الحياة وفرح ونصر بوجود أبطالنا رجال الجيش العربي السوري. شكرا كتير لكم مشاهدينا على هالمتابعة، وتبقى بألف خير. باي 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 باي.